نحن في مكان ما في منطقة صحراوية في المنطقة الغربية. في هذه المنطقة الشاسعة تعيش العديد من القرى في عزلة تامة، كما هو الحال عليه في معظم دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن مصدر عيش معظم سكانها هو التربية المحدودة للمواشي والزراعة المعاشية. في سنة 2003 تعرض هذا النموذج الزراعي والرعوي الذي أضعفته مواسم الجفاف إلى غزو للجراد زاد من معاناة الملايين من صغار المنتجين مثل علي. عندما وقع الغزو كان الأمر مروعاً، حيث لم نكن نأكل سوى مرتين أو مرة واحدة في اليوم، ولإلباس الأطفال كان علينا شراء ملابس مستعملة. كان حجم غزو 2003-2005 غير مسبوق، وقد أصاب هذا الوباء نحو 20 دولة إفريقية، وفقد أكثر من 8 ملايين مزارع صغير محاصيلهم بسبب مرور أسرب فتاكة. لوقف الغزو وضعت الدول المتضررة نظام مكافحة هام، وذلك بمساعدة المجتمع الدولي بتكلفة قدرت ب 570 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك تم استخدام أكثر من 12 مليون لتر من المبيدات، مما ألحق الضرر بالنظام البيئي بمنطقة الساحل والصحراء المنهكين من قبل بفعل ظاهرة التصحر. لو ألقينا نظرة إلى الوراء إلى ما يقرب 35 عاماً فيما يتعلق بإدارة الجراد، من الواضح لي أن الطريقة الوحيدة الناجعة هي استراتيجية المكافحة الوقائية، لأنها ستجنب تكاثر الأسراب، انتشار أزمات الجراد، تحمي الإنسان، تحمي مكتسباته، صحته وبيئته. وأمام خطورة أزمات الجراد على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فقد قررت الدول المعنية إنشاء آلية وقائية مهمة في غرب وشمال غرب إفريقيا تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. لهذا الغرض تم إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية على غرار مثيلتيها في المنطقة الوسطى والشرقية. إذ تتوزع الموائل الطبيعية للجراد الصحراوي في المنطقة الغربية على 4 دول جنوب الصحراء الكبرى، وهي التشاد، النيجر، مالي وموريتانيا. تسمى هذه الدول بدول خط المواجهة، و3 دول من شمال إفريقيا وهي المغرب، الجزائر وليبيا. ومع ذلك وباعتبارها آفة عابرة للحدود، يمكن للجراد الصحراوي أن يغزو 3 دول مجاورة تسمى بدول الغزو، وهي بوركينا فاسو، السنغال وتونس. ولهذا تتعاون الدول العشرة لضمان مكافحة وقائية فعالة بالتنسيق والدعم من هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية. خاصية الجراد الصحراوي هي أنه ينمو ويتطور في الصحراء، وبالتالي فإن هدف المكافحة الوقائية هو الذهاب إلى هذه المناطق ومراقبة كثافته قصد التدخل السريع قبل أن يتطور الجراد ويكون أسراباً ضخمة مع كل الأضرار التي تسببها أثناء الغزوات. إن تنفيذ استراتيجية المكافحة الوقائية ليس بالأمر الهين، إذ إنه يتطلب الكثير من الموارد والمعرفة والتنسيق. يجب على الفرق إجراء عمليات الاستكشاف لتحديد مواقع الجراد والتدخل بعتاد المكافحة إذا وصل تعداد الجراد إلى مستوى حرج. وهذا يتطلب التحرك عبر مناطق جغرافية شاسعة تكون غالباً في أماكن بعيدة جداً يصعب الوصول إليها، وأحياناً تكون غير آمنة.
ومع ذلك فإن أي إصابة بالجراد غير مسيطر عليها في الوقت المناسب قد تشكل تهديداً محتملاً في المستقبل، وبالتالي فمن المهم إدراج إجراءات الوقاية بصفة استمرارية ومستدامة. من خلال التجارب السابقة يعتقد أنه إذا لم يكن هنالك جراد فإن المشكلة غير موجودة، وإذا لم تكن هنالك مشكلة فلماذا نضع كل هذه الإمكانات؟ إذ أنه في الواقع الجراد موجود في الطبيعة، لكنه يمر بفترات هدوء تليها فترات نشاط. لذلك قامت هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية أولاً بدور رئيسي مع المسؤولين السياسيين في دول خط المواجهة الأربعة، من خلال حثهم على ضرورة استقلالية الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد من الناحية المؤسسية والمالية. تعتبر دول خط المواجهة من أفقر الدول، فإذا لم تكن الوحدات الوطنية لمكافحة الجراد مستقلة من الناحية المؤسسية والمالية خلال فترات الهدوء، ستخصص موارد هذه الهياكل لمواجهة مشاكل أخرى، وإذا كانت الوسائل غير كافية فإننا نعطي الفرصة لانطلاق غزو محتمل. وبفضل هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية أصبح لدى جميع دول الهيئة وحدات وطنية مستقلة لمكافحة الجراد مع موظفين مؤهلين والمعدات اللازمة لإجراء عمليات الاستكشاف الميداني. ولكن العنصر الأساسي للمكافحة الوقائية على المستوى الإقليمي هو التماسك بين الدول وإدارتها السريعة والفعالة لمعلومات الجراد. ويكون هذا ممكناً بشكل خاص بفضل استخدام إيلوكوست 3، وهو جهاز خاص بجمع وإرسال البيانات الميدانية آنياً. كان دور هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية أساسياً في إدارة المعلومات، حيث زودتنا بالأدوات المناسبة لجمع المعلومات، ويتم أيضاً تخزين هذه البيانات تلقائياً في قاعدة بيانات تسمح لنا باستخدام البيانات المتاحة لإعطائنا نظرة عامة على وضع الجراد في جميع الدول المعنية. كما ينعكس التعاون بين الدول في الصندوق الائتماني لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية وصندوق الطوارئ المسمى الصندوق الإقليمي لإدارة مخاطر الجراد. وبفضل هذين الصندوقين اللذين يمولان من مساهمات الدول الأعضاء، يمكن للهيئة تزويد هذه الدول بالدعم المالي أو المؤسسي. إذا استدعى الأمر يمكن تمويل شراء معدات أو مبيدات، تقديم المساعدة التقنية، تمويل البحوث أو حتى تنظيم دورات تدريبية. بالإضافة إلى ذلك وبفضل صندوق الطوارئ أنشأت الهيئة قوة تدخل المنطقة الغربية، إذ تتكون من قاعدتين عمليتين إحداهما في موريتانيا والأخرى في التشاد. فهي عبارة عن أداة تعاون إقليمي تتكون بشكل أساسي من فرق الاستكشاف والمكافحة مجهزة بمركبات رباعية الدفع ومعدات للاستكشاف المعالجة. توضع هذه المعدات تحت تصرف دول خط المواجهة الأربعة للتعامل مع أي تفشي للجراد قد يتجاوز الإمكانيات الوطنية للتدخل. ومع ذلك وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة من حيث الوقاية، لا يمكن القول أن التهديد منعدم. وبالفعل فإن الجراد الصحراوي موجود في أكثر من 30 دولة، ويمكن أن يأتي من مسافات بعيدة جداً خاصة من المنطقة الوسطى أو المنطقة الشرقية. إضافة إلى ذلك فإن فشل نظام الوقاية في المناطق التي يصعب الوصول إليها من قبل فرق الاستكشاف محتمل، سواء لأسباب تتعلق بالتضاريس الجغرافية أو انعدام الأمن.
كان علينا أن نفكر بجدية في سيناريو يتطور فيه غزو في منطقة غير مراقبة، ولهذا قمنا بإعداد خطة لإدارة مخاطر الجراد تسمح لكل بلد أن يكون لديه آليات للتعامل مع أي غزو محتمل. لذلك يتم تنظيم تمارين محاكاة الأزمات الوطنية بانتظام في الدول الأعضاء في الهيئة لاختبار فعالية خطة إدارة مخاطر الجراد. جرت آخر عملية محاكاة في النيجر في فبراير 2018. خلال هذه التجربة يتم تواجد مراقبون من 9 دول أخرى في الهيئة للتحقق من فعالية نظام التدخل، وبالتالي السماح بتبادل الدروس المستخلصة حتى يستفيد منها الجميع. يتم إيلاء اهتماماً خاصاً بالتفاعل بين مختلف الجهات الفاعلة وتوفير المعدات واستخدامها الصحيح وتقاسم المعلومات بين الخلايا العملية المختلفة. من بين الأنشطة التي تتم مراجعتها خلال تمرين المحاكاة نذكر مراقبة صحة الإنسان والبيئة. في الواقع أدرجت هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية كراس الشروط البيئية بقصد الحد من تأثير المبيدات على صحة الإنسان والبيئة، حيث يتم أخذ عينات الدم بانتظام للتأكد من أن العاملين الذين يتعاملون مع المبيدات الحشرية المستخدمة لم يتأثروا بها. يتماشى هذا الاهتمام المستمر بصحة الإنسان مع الاهتمام الخاص بالبيئة، وبالتالي تم وضع خرائط المناطق الحساسة بيئياً بعناية لمنع تلوثها بالمبيدات أثناء المعالجة. قبل أن تكون هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، لم يكن لدينا أي وعي بشأن تأثير استخدام المبيدات على البيئة. الآن بعد أن أصبحت الهيئة موجودة وتدعمنا منذ سنوات، تغيرت السلوكيات وتم الحصول على الأدوات. من هذا المنظور تستثمر هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية في الأبحاث التطبيقية لتطوير واختبار منتجات بديلة للمبيدات التقليدية مثل المبيدات الحيوية. البحث هو أحد المحاور الاستراتيجية لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية، وقد تم تخصيص التمويل اللازم للبحث لاستخدام التكنولوجيات الحديثة. ومن بين تقنيات المستقبل الطائرات بدون طيار. تستثمر الهيئة وشركاؤها ولا سيما مصلحة معلومات الجراد للفاو وهيئة المنطقة الوسطى في هذا المجال. ستمكن الطائرات بدون طيار من إجراء عمليات الاستكشاف أو حتى المعالجة في المناطق التي لا يمكن للفرق الذهاب إليها عادة لصعوبة الوصول إليها أو لأسباب تتعلق بانعدام الأمن. كما ستكون أيضاً وسيلة لتحسين وضمان استدامة المكافحة الوقائية من خلال تمكين الاستكشاف بشكل أسرع وأكثر كفاءة وبتكلفة أقل. إن الطائرات بدون طيار التي ستطير فوق المنطقة الغربية ستشهد للسكان المحليين بأن غزوات الجراد ليست سوى ذكرى. في الواقع أحد أكثر نجاحات الهيئة منذ إنشائها هو صدها لثمانية تفشيات للجراد، مما منعها من التحول إلى غزوات مثل تلك في 2003-2005.
في رأيي إن أهم نجاح هو أن الدول تعمل في تعاون وثيق وبأكثر الطرق المتناغمة ممكنة حتى في غياب الآفات، والدول مجندة للغاية في هذه العملية من أجل هدف بالغ الأهمية، وهو استراتيجية المكافحة الوقائية. إن المكافحة الوقائية موجهة لخدمة صغار المزارعين والمربين في المنطقة الغربية، حيث أنهم من بين أكثر الفئات ضعفاً في العالم، إذ يعتبر غزو الجراد بالنسبة لهم كارثة حقيقية. وفوق كل شيء، فإن الهيئة موجودة لأجلهم.